احنا رصدنا لعمليات التصويت تتحدث عن 20 مليون صوت، هو ربما يكون اقل حتى من الاصوات التي طرحت للدستور دستور 2014 في يناير الفائت. عموما لينا هناك يعني جمله من الاسباب دفعت المصريين لهذا الامر، اهمها الاطمئنان في ان المشير السيسي سوف انه ناجح محاله انه اضافت الى حراره الجو، والاهم فتح السيسي عن التعاطي والتعامل مع الشارع، لان الحشد للمظاهرات والشعبيه تختلف عن الحشد للانتخابات. كانت هناك ماكينات انتخابيه تعمل في الماضي سواء لجماعه الاخوان والطهير الاسلامي او حتى لكوادر الحزب الوطني المنحل، هي الان غائبه. وعلى ما يبدو هناك موقف من بعض رجال الاعمال خاصه المتاجرين منهم، يرى